كده بعيد، قوم كده روح اقف هناك كده. ايه استنى بس اشوف صور. يلا حرف انا وانت اسمي وجي هو اللي بتشجع. دلوقتي يا جماعه هنلعب حرف مباراه مباراه كمان لوكان. استنى لما يطلعوا شويه. اصبر مظبوطه. طيب ايه يا عم؟ هيا بنا مباراة مباراة كمان لوكا. وعديت لحد كده انا اللي هكسب. طب مصارعه؟ اه طب بس ستوب. مش خيانه، مش مصارعه، حرب. طب اهدى، حرب. قبل تاكلي تي عشان ما تدلقش. وانا هظبط الكاميرا قدام الكاميرا. ها عشان كده ظبطك. ارجع انت الكوتيه. يعني انا لو وقعتك وفضلت ماسك ما اعرفش اقوم وعديت لحد كده. لا ما يتظبطش. راح نوقف. لا خيانه يا عم. خديك في الحته الابيض. خديك في الخفيه. ارجع دي ماضي. يا عم. مرحبا مرحبا انا جي. بص مش على بنزاتي. المصارع الاول سمير. المصارع الثاني رجعت. المصارع الثاني يوسف ابو رجلي وجعاه. ثلاثة بس ممنوع بالرجل عشان انت بتبرد في جامد. ماشي رجلي ثلاثة وزع. اهو قدام الكاميرا ممنوع بالرجل.
بالراجل. أنا ممنوع بالراجل. هو بقول لك كلمة هتنس مصارعة، مصارعة ممنوع بالراجل. بقول لك ده حرب. فين؟ بس ممنوع بالراجل عشان ما بحبش أنا الراجل. وحول. خلاص ممنوع بالراجل. يا بس برجلك ما برجلك يا تعالى عم برجلك على طول. الحقني يا جميل. واحد واحد اثنان ثلاثة. أنا أسد. اه اذا ربطتني ربطتني اتبطحت. هو جه يقوم راح دبيت دماغه هنا بالكيس تاني. اه دماغي دخلت في الترابيزه. يلا مين عاد؟ استنى ستوب. لا لازم سريته. لا لازم سريته. وان اه انا عم اقوم. طب يلا اه مش قادر اقوم. طب ما نظبط السبريت. يلا هزه ظبط سوي بس تو ايه عشان ما حدش يكعبني. لا ما ينفعش، لازم احطها فوق عشان تجيب. احنا بنعمل كويس. معلش يا كاميرا هطلعك فوق شويه. مخرجش ليه؟ دلوقتي يا جدعان احنا برضو بنلعب مصارعة بس انا ما بلعبش. عايز توقعني؟ يا Ha ha!
سرير. لا انا بقى لو كل واحد مره سرير هو على طول. سرير تو وات نوت لا اوه دماغك كده. ده انا انكسرت. ده انا كنت ممكن اخسرك. النبي لا انت لا واحنا لو بنحارب اربعة هو جه ضربني كان على مسكت رجله كنت ممكن اشد كده انا بصيت عشان ايه طب صح واحنا لو بنحارب كان بنكون متقابلين وعاملين كده مش عارف كان هيكون ضرب حقيقي ضربة كاننا في خناقة حقيقية. اضربه هو اللي اتغاب مالوش دعوه مفيش حاجه اسمها اسكت واحد انت يلا ستوب انت يلا انت مرات انا قلت له حبيبي ما تنفع في دراعي انت عشان تسمعها انا عشان كده لما بضرب بعمل اوي بلو انت انتش انا واخدش معايا يا جماعه في الحلقه دي هو الله ينقذني يا سيدي ما تجيبليش سيدي يا جماعه انا طرف البيت يعني لا اضرب